الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احبائي برحب بيكم في حلقه جديده من صلوا كل حين، لقاءاتنا المتعدده مع امتع اسفار الكتاب المقدس سفر المزامير، ورحلتنا من مزمور لمزمور، وقد كده بنتعلم مع بعض حاجات رائعه عن ازاي نحول مشاعرنا لصلاه، ازاي نحول مواقف حياتنا لصلاه، ازاي نتغلب على كل مشاعر سلبيه بالصلاه. والنهارده الحقيقه معادنا مع مزمور 15، وهو مزمور بيحط كده زي وحدات قياس مهمه تبقى موجوده في حياتنا. وداود بادي مزمور ده بسؤال عن مين يا رب اللي ينفع يدخل بيتك، وبعدين يبتدي يحط مواصفات لهذا الشخص. فمهم جدا ناخد الكلام ده مع بعض كده بالتفصيل ونقيسه ونستخدمه كوحد قياس على حياتنا، على قلوبنا، على علاقاتنا، ونشوف احنا يليق بينا نكون موجودين جوا بيت ربنا بحسب مواصفات مزمور 15، ولا محتاجين نشتغل على بعض الامور. يقول كده في العدد الاول: يا رب من ينزل في مسكنك؟ من يسكن في جبل قدسك؟ السؤال هنا بيتوجه لربنا بطريقة انه مين يا رب اللي يبقى سكناه عندك، مش ان هو معدي كده، لا، مش ان هو رايح يعني راندملي كده، مش ده صيغة السؤال. لكن يا رب لو انت موافق على نوع معين من الناس انه يبقى ساكن عندك، يعني رب انت عايز تفتح بيتك للناس دي يبقوا عايشين هناك، يا رب انت عايز توصف الناس دي ان هم عيلتك وان دول اللي عايشين معاك في بيتك، مين دول؟ يبقى شكلهم ايه؟ سؤال مهم قوي، وسؤال حلو انه يجي على بالنا، وسؤال حلو ان احنا نطرحه على نفسينا. هو انا يا رب في عينيك فعلا يليق بيا اني اكون ساكن في بيتك؟ تعالوا ندور على الاجابه دي النهارده مع بعض. فعدد واحد سأل السؤال، عدد اثنين مين بقى دول؟ قال لك من أول عدد اثنين: السالك بالكمال. دي نمرة واحد في مين هم اللي يقدروا يكونوا عايشين عندك. السالك بالكمال سلوك جاية من يسلك، جاية من فعل، جاية من تصرفات. فبيقول الناس دي تصرفاتها لازم تتسم بالكمال. الحتة دي مهمة نفهمها، لأنه الكتاب المقدس كمان يقول كونوا كاملين كما أن أباكم القدوس هو كامل. يعني إحنا مدعوين أن إحنا نسلك بالكمال. طب وإزاي نقتني الكمال؟ إنك دايماً تدور على أن تحيا كاملاً، إن كل ما تلاقي حاجة جواك مش مظبوطة تواجهها. السالكين أو السالك بالكمال يعني هو عايز يعيش دغري، عايز يحيا بالاستقامة. عشان كده احنا كأورثوذوكس بنقول يعني الإيمان المستقيم كمان سلوكنا لازم يكون أورثوذوكس، لازم يكون سلوكنا مستقيم. فلازم يبقى عندنا الاستعداد الداخلي وعندنا اليقظة القلبية ان لو شفت اي حاجة فيها عدم استقامة على طول انتبه ليها، ده قلب حساس لربنا. فلما اكون داخل بيت ربنا واشعر وانا في بيت ربنا انه الحتة دي مش مستقيمة عندي، على طول اقدم عنها توبة. فهنا بيتكلم عن السالكين بالكمال. نمرة اثنين يقول العامل الحق. يعني ايه العامل الحق؟ يعني انسان قرر انه هو يعيش بالحق، والحياة بالحق بتحطنا في مشكلة، انه مش من السهل انك تحيا بالحق، لانه العالم كله قد وضع في الشرير. فتلاقي أمور كتير في حياتي ما فيهاش قوي مساحة للحق لو عايز العالم يمتدحني. لكن هنا بيقول لا، هو عامل بالحق ومستعد يحيا بالحق مهما كان الثمن. يوحنا المعمدان وقف قدام الملك وقال له لا يحل لك، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا بقول الحق، وحتى لو مقابله انه اقدم رقبتي، لا يحل لك ان تاخذ امرأة اخيك، على طول كده. ففي هنا إنسان اختار إنه يحيا بالحق ويدفع ثمن ده، لأنه العامل بالحق ده مكلف، مكلف جدا، وقد يكلفك ناس اللي حواليك، وقد يكلفك شغلك، وقد يكلفك أمور البعض الآخر يراها مصيرية، لكن بالنسبة لأولاد ربنا شايفين إنه لا، العامل بالحق مصيري أكتر. فنمرة واحد السالك بالكمال، نمرة اثنين العامل بالحق. ما عنديش استعداد أبدا إن أنا أعمل عمل غير حق، أعمال اللي هي يعني باطلة لازم تكون أعمال مظلمة.
يعني ناوي تعمل حاجة يعني ما يشوفهاش ربنا ولا يشوفها الناس، لأنه لو شافوها ربنا وشافوها الناس ممكن تبقى يعني مش مظبوطة. أما العامل بالحق فهو عامل في النور، كل حاجته مكشوفة، كل حاجته معلنة، كل حاجته للي حواليه، ما عندوش خوف لأنه عايش بالحق. عشان كده قال تعرفون الحق والحق يحرركم، وأول تحرير الحق بيحرره من الخوف. ما تخافش لأنك ماشي دغري سالك بالكمال وعامل الحق. دول مين؟ اللي ربنا مرحب بيهم في بيته. نمرة 3، المتكلم بالصدق في قلبه، يعني صادق مع نفسي وصادق مع الناس اللي حواليا. الحتة دي شوية ملخبطة عند بعض الناس. ليه؟ آسف اللي أنا هقوله ده، بس بيسهل علينا نبرر أكاذيب، يعني الكذب مش مزعج قوي عند بعض الناس، والكذب بنشوفه بعض الأحيان حكمة، بعض الأحيان عادة، بعض الأحيان ما تكبرهاش، بعض الأحيان لازم الدنيا تمشي، بعض الأحيان ما أنا لو قلت الصدق هيحصل مشاكل في بيتي، هيحصل مشاكل في شغلي، هيحصل مشاكل مع الناس اللي حواليا اجتماعيا. بس خلي بالك انك لو مش متكلم بالصدق انت وقعت من الليسته بتاعت مين يدخل بيت ربنا ويسكن فيه. لازم تكون متكلم بالصدق اولا مع نفسي وثانيا مع الاخرين، فقلبي يتكلم بالصدق يخرج منه الصدق ليا وللي حواليا. بعض الناس ما بيتكلمش بالصدق مع نفسه، يعني بعض الناس بيضحك على نفسه. ممكن تقعد تضحك على نفسك فتره وتضلل نفسك، يعني الصوت الداخلي اللي خارج من قلبك ممكن يكذب عليك وتبقى عارف انه بيكذب، بس انت يعني ايه اللي هو انا همشي ورا الصوت اللي جوايا، انا بثق فيه. ولو الصوت اللي جواك متعارض مع صوت الانجيل، لا انت ماشي ورا الصوت اللي جواك، وهو ده الضحك عن نفسك. المتكلم بالصدق في قلبه ممتدح امام الله ومقبول امام الله. الذي لم يستطع ان يتكلم بالصدق في قلبه مهما الناس كلها صدقته، عند ربنا يقول له مالكش مكان جوا بيتي. ليه؟ عشان انت بتكذب. طب وايه المشكله يا رب؟ لا ما هو اصل ابليس هو الكذاب وابوه كله كذاب، فكل من يكذب هو من ابليس. مش عايز تصدقها دي مشكلتك، مش عايز اصدقها دي مشكلتي، انا ما عند الله فمفيش مكان للكذاب. لازم تكون متكلم بالصدق مهما كانت التكلفه، مهما كانت النتيجه. دي امور فيصليه في فهمنا لنفسنا، في فهمنا للكتاب المقدس، في فهمنا لرؤيه الله لينا. لازم تكون متكلم بالصدق في قلبك. نمره 3 او اسف نمره 4، الذي لا يشي بلسانه. يعني ايه لا يشي بلسانه؟ يعني بالكلام ما بتفتريش على الناس اللي حواليك، ما بتوقعش بين الناس وبعض، ما بتقولش حاجه على حد تخلي الناس تضايق منه. والبعض مننا مش بس بيحب الحاجات دي بس بيستهويها كمان، يعني بيعتبرها نوع من انواع الهوايات، ان نبقى قاعدين في اماكن ونتكلم بالسلب عن الناس او نسيء للناس او يعني نستخدم قصص وقد تكون القصص دي غير حقيقيه، بس نطلع فلان او فلانه شكل مش كويس. اوكي برافو عليك، او انت عملتي حاجه بسطتك وناس كتير صدقت اللي انت قلته، ناس كتير مشيت وراكي، ونتيجه كده انه فلان او فلانه بقى شكله مش كويس. وبعدين رايح بقى كنيسه تصلي، يجي ربنا يقول لي لا استنى بقى، خش كنيسه زي ما انت عايز، بس في الليسته بتاعه الناس اللي مسموح لهم في عينين ربنا يكونوا قاعدين انا مش فيهم. تاني، الانسان دايما ينظر الى العينين، اما الله فينظر الى القلب. بالنسبة لمقاييس الله القلبية اللي شايف بيها اللي جوانا، بيقولي أنت بتشي بلسانك، أنت بتأذي الناس بكلامك، أنت بتوقع بين الناس وبعض. أيوة يا رب بس أنا جاي لك، ما كلنا بنغلط. لا لا لا، أنا جاي لك عشان كلنا بنغلط، ده ما ينفعش عند ربنا. أنت جاي ومحتفظ بالخطية في قلبك ومكمل فيها، أنت مش جاي تتوب عنها، ده وضع وده وضع تاني خالص. ولا يصنع شرا بصاحبه، يعني أنت بتبقى شكلك صاحب لفلان بس بتصنع بيه شر. مرة بولس قال للكنيسة بتاعته كده، مفيش شيء من الفوائد لم أؤخره عنكم، يعني قلت لكم كل حاجة تنفعكم. ليه؟ بيحبهم. في إنسان ممكن مع صاحبه يقول له كل حاجة تأذيه، أو يبقى عارف إنه ممكن ينقذه من حاجة ومش عايز يقولها له أو مش عايز يساعده فيها،
مع انه ممكن ينقذه، ولو ما عملش كده ممكن الاخر يقع في مشكله، وانا عارف ان انا ممكن انقذه من المشكله دي، بس انا مش هقول له ينقذ نفسه ازاي. ليه؟ اهو انت بتصنع بيه شر، يعني مش شايفها كده قوي. لا هي كده، انت ممكن تلحق صاحبك وما لحقتوش، انت ممكن تساعد صاحبك وما ساعدتوش، بس انت شكلك ان انت مصاحبه، انت شكلك صاحبتها، هي الدنيا كلها كده. اوكي معاك الدنيا كلها كده، بس وانت رايح بيت ربنا، ربنا يقول لي انت بتصنع شر بصاحبك. طب يعني اعمل ايه يا رب؟ يعني مالكش مكان. امال مين اللي يخش يا رب؟ اللي بيحب اصحابه بجد، اللي بيقف مع اصحابه بجد، اللي بينقذ اصحابه بجد. اما اللي بيوقع اصحابه في الاذى وبيتكلم على اصحابه بالباطل وبيشي بلسانه وبيخرب العلاقات اللي بين الناس وبعض، وبعد كده جاي بيت ربنا وجاي يخدم ربنا وجاي يقعد في وسط ولاد ربنا، يجي ربنا يقول له انت تشي بلسانك، انت تصنعين الشر باصحابك. وعدد لسه في عدد 3 يقول ولا يحمل تعييرا على قريبه. لا يحمل تعييرا على قريبه دي يعني بيروج اشاعات، بيخلي الناس تتكلم بالسلب على قريبه. ده هنا بيتكلم على صاحبه وبقى بيتكلم على قريبه. يعني ايه؟ يعني يبقى ليك اخ، ليك اخت، ليك فرد من افراد الاسره، حد قريب منك، وبعدين تعمل ايه؟ تقعد في وسط الناس تتكلم عليه بطريقه تخلي الناس تتضايق منه، او تظهر ضعفات فيه بدل ما تسترها. يعني يبقى عندك الاختيار انك تستر على ضعف اخوك، فبدل ما تستر على الضعف بتاعه تفضحه وتخليه يعير في وسط الناس بسبب كلامك عنه، وبعدين رايح الكنيسه. كلام المزامير ده لازم يتاخد بدقه شديده، لانه ده عامل زي اشعه مقطعيه بتخش جوه القلب توضح وتكشف اللي جواه. فهنا بيقول انه انت داخل خارج على بيت ربنا، بس المرنم داود بيسال هو مين اللي يا رب من كل الزحمه دي انت معتمده يسكن عندك؟ قال لك اكيد اللي ما بيخليش شكل قرايبه وحش، اللي ما بيخليش تعييرات تقع على قريبه، بل بالعكس يستخدم المساحه اللي معطاه لي بانه يستر على قريبه ويغطي عليه ويعني يخلي شكله في عينين الناس حلو مش العكس. عدد 4 والرذيل محتقر في عينيه. الرذيل محتقر في عينيه يعني ايه؟ يعني بيكون من قلبه بيحتقر الرذيله، مش في حاله حب للخطيه ولكنه يعني مانع نفسه عنها. لا هو وصل لمرحله غير كده خالص، هو وصل لمرحله انه بيرفض الخطيه، انه بيكره الخطيه، انه لا يصنع الخطيه. امال يعمل ايه؟ بيغلط، بس بيغلط عن سهو، بيغلط عن جهل، لكن مش بيغلط لانه بيحب الخطيه وهو رايح يقع بيها فيها برجليه. لا هو فضل في حاله من الاقتراب من الله الى الدرجه انه بلا عيب، السالك بالكمال يعني فيهوش عيب، زي الذبيحه اللي كانت بتقدم لربنا كده ذبيحه بلا عيب. اي ذبيحه معيوبه ما كانتش تتقدم لربنا. فليه بيحتقر الرذيله؟ وليه بيحتقر الوجود في مناخ الرذيله؟ لانه يريد ان يكون بلا عيب امام الله. فالرغبه ان يكون ذبيحه مقبوله غير معيوبه امام الله اعلى بكتير من اجتذاب الارضيات ليه. فالرذيله هو الرذيل محتقر في عينيه. وبعدين يكرم خائف الرب. بص المقارنه، انه بيجيب الرذيله واصحابها وبعدين بيجيب خائف الرب، دول يحتقرهم ودول يكرمهم. ده تاني، ده بيبين التركيبه الداخليه القلبيه بتاعه الانسان ده عامله ازاي. فيبقى ربنا بيفحص قلبي الاقي نفسي انا مش بمثل على ربنا ولا بمثل على الناس، انا فعلا بأكرم خائف الرب. اي حد في قلبه مخافه ربنا انا بحبه وبأوقره وبحترمه، مش بحترم امكانياته، مش بحترم القابه، مش بحترم سمعته، مش بحترم اي امور ارضيه بتميزه قد ما بحترم مخافه ربنا اللي موجوده في قلبه. وكلمه المخافه او التقوى بتعطي على طول سلوك يعني يمتدح الله واولاده. يعني مفيش اتنين يغلطوا في الحته دي، انه خائف الرب ممتدحين من قبل الله ومحبوبين من قبل الله وكمان من قبل ولاد ربنا. يعني انا عايز اكون محاط بمخافه ربنا. ليه؟
يوم ما اجي اذل قدمي هيلحقوني، يوم ما اجي اضعف هيستروني، يوم ما اجي اتهز هيسندوني. هيفضل دايما موجود حواليا، يعني زي ما قال كده اثنان افضل من واحد والخيط المنثلث لا ينقطع سريعا، اني محاط بالقديسين، محاط بالصديقين، فانا على طول في محضر ربنا وولاد ربنا. قال بعديها ايه؟ يحلف للضرر ولا يغير. يعني الحتة دي برضو جميلة جدا، يعني لو قلت لحد وعد مش ممكن ترجع فيه حتى لو الوعد ده هيأذيك. يعني انا قلت لفلان انا هقف جنبك، وبعدين لقيت ان انا عمال اقف جنبه بتأذي، مش هغير كلامي لانه انا قلبي مستقيم، وانا لما قلت انا هقف جنبك كنت اشعر ان فلان ده في احتياج، وانا هفضل اسنده للاخر حتى لو ده هيقع عليا بضرر. ربنا يشوف ده في القلب، يحمي النوع ده من الناس من الضرر. ليه؟ لانه عايز يكون مستقيم قدام ربنا وقدام غيره. مش ممكن اتراجع عن وعدي لفلان لاني بس لقيت ان انا هتضرر. مصلحه فلان اهم من ضرري. دي المحبه القلبيه اللي خارجه بصفه عمليه، لا نحب بالكلام واللسان بل بالعمل والحق. العمل والحق اني اضع نفسي من اجل الاحباء، واضع نفسي من اجل الاخوه، واضع نفسي من اجل الاخرين. حتى ولو انا هتأذي انا مكمل في سندتي لفلان ولفلانة. فضته لا يعطيها بالربا ولا ياخذ رشوه على البريء. يعني ما اقدرش ابدا الاقي واحد محتاج فاقول له انا هقف جنبك بس انت تدفع لي باك. لا، يعني فضته لا يعطيها بالربا، يعني في انسان محتاج مني مساعده، طب تعال نعمل ديل. ما تعملش ديل مع واحد محتاج، دي مش مراحم ولا محبه مصدرها ربنا. ده محتاج سنده وساعده وخلاص. فربنا بيبص على السلوكيات العمليه كمان فيما يتعلق بالامور الماديه. احنا هنا بنتكلم على تعاملات ماديه. انت شكل تعاملاتك الماديه ايه؟ ده بيحكم انت ينفع تخش بيت ربنا ولا لا. مش ان انت بتدفع العشور او ان انت بتكسب وبتقبض العمال ولا الموظفين بتوعك، لا ده موضوع عادي، ده حقهم وده حق الدوله. لكن لما تلاقي حد محتاج وانت معاك هتستفيد من الاحتياج ده وتعمل يعني مكاسب، ولا تقف تسند وبس؟ ده القلب بقى من جوه. وكمان يقول ايه؟ انه لا ياخذ الرشوه على البريء، يعني ما تروحش تعمل، هقولها باللغه العاميه، يعني ما تروحش تعمل مصلحه على واحد غلبان، راجل بريء وغلبان، فيجي يقولوا لك تعال نطلع شكل وحش وانت تستفيد. او ماله؟ وماله ازاي؟ هي المشكله مش بس في وماله، المشكله انه في وماله دي وبعدين بيروحوا الكنيسه. مزمور ده مزمور فاضح لدواخل ناس كتير قوي، ويعني محتاجين نقرا المزمور ده بانتظام ونفحص سلوكياتنا ودوافع سلوكياتنا بانتظام قبل ما نخش بيت ربنا. المزمور ده كان بيتسمع على باب الهيكل، يعني الحراس بتوع الهيكل كانوا يخشوا داخلين الهيكل يقولوا له للحراس من ينزل في مسكن الرب، يقوم حراس الهيكل مسمع لهم الباقي ده كله. ليه؟ ده فحص داخلي يومي قبل ما تروح بيت ربنا تفحص نفسك. لا تكون بتفتري على الناس وظالمهم وبتطلع مصالح من وراهم. وعلى فكره المصالح مش بس ماديه، انا ممكن الاقي قصه قدام واحد بدل ما انصفه انا ممكن اكسب اكتر لو ما نصفتوش. طب وماله؟ ما نصفوش، وبعد ما نصفوش يحصل ايه؟ انا مكاسبي تزيد وهو بقى ليه رب يسنده. ما تاخذش رشوه على البريء، يقول كده الذي يصنع هذا لا يتزعزع الى الظهر. يعني اللي يمشي بقى ورا المجموعه دي من السلوكيات لا يتزعزع الى الظهر. ليه؟ لأنه قاعد في بيت ربنا وربنا مباركه. مش كل الناس اللي بتخش بيت ربنا بتاخد بركة ربنا. أما الذي يصنع كل ده واخد كل بركات ربنا في بيته فلا يتزعزع إلى الظهر، لأنه ربنا واقف معاه بجد وسنده بجد وحميه بجد ومديله بركاته كلها ومديله نعمة في عينين كل اللي حواليه. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.